جبهة تيغراي اليوم تحالفت مع 9 جبهات أخرى، هل برأيك وبتحليلك اليوم نظام آبي أحمد في طريقه إلى الانهيار؟ نعم، تحياتي لكم وللضيف والمشاهدين. يعني أعتقد بأن نظام أبي أحمد ليس في طريقه إلى الانهيار الكامل، ولكن على الأقل أن هذا النظام وهذه المنظومة التي أراد أبي أحمد أن تكون موجودة في أثيوبيا لن تعود كما هي، سواء كان حدث اتفاق سلام أو لم يحدث. أيا كان ما سيحدث في المستقبل القريب، فإن مستقبل أبي أحمد أصبح على المحك، أو النظام الذي صنعه في أثيوبيا، لأن آلية أو دعينا نقول الآلية التي تبعها أبي أحمد في أثيوبيا كانت فاشلة داخليا وخارجيا. هي بدأت في التحدي خارجيا، وخاصة في قضية سد النهضة، في قضية عدم قبول الوساطات الدولية سواء كان الأوروبية أو الأمريكية، فرض سياسة الأمر الواقع، التعنت الكبير. ولكن في الإطار الآخر تبين بأن كل ما فعله أبي أحمد هو فقط صورة نوعا ما غير متينة، غير قوية، أدت إلى هذا الانهيار. تتوقع أن تذهب إثيوبيا إلى سيناريو حكومة انتقالية؟ لا زال الوقت مبكر على هذا الأمر، ولكن أعتقد في أي اتفاق سلام آتي سيكون هناك آلية لحكومة تشاركية أو حكومة انتقالية، ربما يكون هذا الأمر مطروح. ولكن المؤكد بأن آلية النظام الحكم في إثيوبيا لن تعود إلى سابق عهدها.